مرحبا، اهلا، شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. انا بدي اغني اغنيه ما تحكي تبعت البرايم اللي فات، لانه انا ما حسيت انها كويسه، سمحت للتعب انه يتغلب علي. انا لا كنت لا متوتر ولا خايف، وكنت بستنى الاغنيه على نار، بس سمحت التعب انه يتغلب علي. وبعد فتره وانا بغني في الاغنيه I let it go، ف انا مش مبسوط، فحب هاي فرصه ثانيه اني اغنيها. كل شي رسمت لك احلى بلحظه محيتيها، كل شي كتبت لك كلام ولا كلمه فهمتيها، كل شي رسمت لك احلى بلحظه محيتيها، كل شي كتبت لك كلام ولا كلمة فهمتيها، كل اللحظات الحنوني حب عاطفتي وجنوني، جيت اليوم قبال عيوني انت حرقتيها. ما تحكي شو بدك تحكي، وتزيدي وتزيدي بقلبي وجعي، يا جاي من قلب الكذب مطرح ما كنت رجعي. ما تحكي شو بدك تحكي، وتزيدي وتزيدي بقلبي وجعي، يا جاي من قلب الكذب مطرح ما كنت رجعي. اوكي، تحب اكمل؟ لا، بدنا اياك توقف هونيك. طب ما تخلوش اللبس عطوك اي حياة. ممكن اعرف شو الاغنية عشان جايب معك كوستوم؟ يلا، بس شو جايب معك؟ يعني شوفي، انا جايب الجاكيت لاشي وجايب الجلابيه لاشي. خد وقتك، بس تبلش خد وقتك، بس يعني. لك تفضل خد وقتك. يلا بينا، يلا اللي برايحك سويه. تفضل. Thank you.
هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو ميرسي هابي بيرثدي تو يو ميرسي ميرسي. اكيد انه هاليومين مش هن اليومين تبع ليس، لانه ما عم بغني حلو. هذا مش ليس ولا بالبرايم ولا اليوم، انا ما شفت انه صلح شيء اليوم على الواطي هيك مدري كيف، وعلى العالي مدري كيف، وما حسيت بالغنيه. وبعدين هو يلي بشع احساس، وهالغنيه يلي كلها احساس ومنه حاسسها. انا بظن مشان هيك ما مرتين ما عارف غنيها، لانه مش حاسسها، مع انه قديش حلوه هالغنيه، وقديش قديش فيها قهر، وقديش فيها احساس، وحدا عم بيقول لها شو بدك تحكي بعد. حسيته هيك يعني باله بالصوت ناسي، يعني مش منتبه، يمكن مش منتبه على معاني الغنيه. يمكن اذا هلا بحط وقته وبيقعد بيسمعها لاول مره كانه عم يسمعها، ما باله الا كيف الواطي وكيف العالي. اول مره بشوف الليس عم بغني، انا ما بيعجبني، انا ما بحب احكي عن الغنى وكاني استاذة صوت، بترك لكم اياها لكم. بس انا كمستمعه اول مره ما بحب اسمع ليس ولا بالبرايم ولا هون. هلا بالاغنيه مهضوم كثير كثير كثير، انقذ حاله. هيدي ما بتشبه يا بنت السلطان، لانه يا بنت السلطان هي شيء مختلف. بس هيدي الاغنيه نحن اخترناها قصدا، لانها هي من العهد يعني هول الايام اللي خلصوا، هول اللي كانوا يغنوا فيهم هيك العالم ويعملوا هيك ومدري شو، وهيك هول الايام خلصوا. هو انقذ نفسه فيها بشكل انه كان عملها. هاي البارودي المقبوله، انا بالنسبه لي هاي البارودي المقبوله يلي هي، واللي هضب فيه الضحك سرعته مثل كانه انت مسرعتي له. المهضوم كان بالتاني قسم، كان مهضوم واكثر من مهضوم، خلاق مثل عادته على الخشبه يعني، بس ما غنى حلو. ليس عودنا يغني غير شيء، مش مثل ما عم نسمعه بهذا الأسبوع كله يلي مرق. بغني أحلى وبغني مع أحساس أحلى. اليوم حتى مع أنه هو بده يصلح البرايم، بس في نوتات فلتوا منه، في عرب فلتت منه، خصوصا وقت كان عم بغني سوفت. وقت اللي راح عم بغني العاليين مع باور صار في فوكل فاتيج، يعني صار في تعب بالصوت، ما كان في بحة، بس كان واضح انه هو مش مرتاح يكمل يغني. مشان هيك وقف وسألنا اذا نحن بدنا يغني اكتر. ما بعرف شو عم بيصير معه، بس اكيد انه كمان عم بتعب صوته اكتر من الزوم، وما عم بيريحه، وكل نهار بغني فول فويس، فبتصور صوته بلاش يتعب شوي، ما بقى عنده الريزيستانس اللي كان عنده اياها بالاول. لازم يريح صوته. بالنسبة للتاني بارت من الإيفال كان كتير مهضوم وكتير حلو، بس إنه المغنى لازم يرجع يشتغل عليه، لأنه مش هيدا ليس اللي بنعرفه. الشغلة الإيجابية، ليس من أهم تلاميذ عندي بالصف، بعدين مسقف موسيقياً كتير مش شوية، بغني أوبرا بغني كلاسيك كتير شاطر، ومدى صوته الوحيد بينزل كتير وبيطلع كتير كتير كتير. هلأ المشكلة وين؟ المشكلة انه هو مقتنع انه هيك لهون بنغني وبس، ما عم بيقتنع انه في تطور، عم بيقتنع انه هو الشاطر والباقيين مش شاطرين. انا هيدا بنظري، هاي مشكلته لليس، مشان هيك ما عم بيتقدم. لو بيفكر بحاله وبيشوف كيف عم بيشتغلوا يلي كانوا أقل منه صاروا عقده، كان بيوقع حاله، لأنه القدرات اللي عنده إياها ما حدا عنده إياها. ودايماً أنا بقول كل الصوات القوية والكبار بيضلوا محلهم، ويلي بيكون واحد أضعف شيء بتلاقوه سبقوه. ليه؟ لأنه الشغل اللي بيوصل سعي شاطر وموهوب، بس مكتفي باللي عم بيعمله. إذا بدي أختصر ليس كشخص،
فيني أقول حضور وكاريزما، ذكاء وصوت، وأكيد عنده قدرات تمثيلية. وبرهلنا بأكتر من إيفال قديش بيعرف يكتب مشهد، قديش بيعرف يعمل حبكة، قديش بيعرف يشد جمهور. يعني عنده ذكاء مانيبيولاتور، بيعرف يدير ذكي لدرجة إنه عارف حاله إنه بآخر برايم ما كان منيح، وجرب يرجع هلأ يصلح الأغنية إنه يرجع يغنيها. هلأ ما غنى منيح، غنى منيح هذا غير موضوع، ولكن أنا إذا بدي أطلع على البرفورمانس بالبرايم يمكن المغنى ما كان منيح، بس حضوره وكيف تفاعل مع الرقصين كان جيد. يعني بدنا نشوف كمان الشق الإيجابي، لأنه يلي كان عم بيعمله كرقص ما كان هين. يعني قليل يلي الشباب يلي عم بيكون عندهم لوحة رقصة وغنى، خاصة إنه غنية يعني هادية وفيها طلعات وفيها نزلات، وكان في عنده كذا رقصة حده. بس هيدا منه يعني منه ظروف تخف ايه، بس هلأ جستما هلأ الغنى يعني بضل بالنسبة للغنى انتو اجدر تعرفوا يعني مني انه قديش غنى صح او غلط. بس بزعل لانه ما كان منيح بالبرام، يعني بزعل لانه عنده كل الاشياء الحواليه يلي تعمل منه نجم. هلا بالنسبه للشق الثاني انبسطت انه فشل لي خلقي، خاصه انه اجى من بعد شيرين. لتشوفوا انه الذكاء اللي عنده اياه كيف بيوظفه، مجهز كذا اكسسوار، انه اذا رح نحط له هالغنيه جايب جاكيت الجلد، وجايب معه عبايه لهالغنيه، وجايب معه بوني لغنيه. يعني صبي بيحضر، منه عنده بيحضر. والنتيجه انه انبسطنا، يعني انبسطت وضحكت واقتنعت باللي عم بيعمله، وكان سخريه ولكن كانت بارودي جيده، لانه محضره، لانه سامع، لانه منقل بايات يلي بتشبه الايبوك كيف كانوا يرقصوا. فبالتالي يعني هون كمان عم نرجع بنوقع بانه شق الايفال الاثنين يمكن ما غنى منيح، بس الشق الثاني كان جيد مثل ما الله بريد. يعني نحن صرنا بمرحلة كريتيك لدرجة إنه صار أقل غلطة عسوس نقطة التلميذ. أنا بدي أحكي عن الأغنية كتير لأنه أنا اشتغلت معه أول شيء. بدي أحكي إنه هي الغنية حلوة لدرجة إنه بتشهي الواحد يغنيها. يعني واحد بيغني إنه بيقول طالع عبالي أنا غنية قد ما حلوة. والاغنيه فيها كتير لعب على النيونس، او ما بعرف شو بدنا نسميهم، يعني على التفاعل بين الخفيف والقوي والنص. المشكله كانت انه انا بنظري انه هو ما عم يعرف يستعمل صوته بالبيانو او بالخفيف بشكل بيتناسب مع هالقوه الصوت هاي الغنيه. وبالنسبه للقوه كمان زاد صوته، زاد من بعد ما كان عم يعطينا كل هالخفه. يعني وقتها كان عم يعمل الخفيف بصوته حسيت مثلا اكل من اللفظ، وقتها كان عم يعطي القوي اكل من العراب ومن طريقه اخراج الصوت. هيدا الشيء بده يشتغل عليه ليس أكتر، لأنه مثلاً نوع العرب ما في يكون بهالغنية مثل وقتها بيغني مثلاً بلدي أو لبناني أو الشعبي. يعني كل أغنية بدي أعرف أي عرب بدي أستعملها، أي نوع صوت بدي أعطيها، وبكل الأحوال ما يبين صوتي اختلف كتير بين الخفيف وبين القوي وبين الغناء الرومانسي وبين الغناء الشعبي. بدي أحافظ على هوية بصوتي. برضو عم بقطع كارلا، لأنه بالكلاسيك عنده هو ليس مختلف كليا. صح، عنده البيانو مسموع كتير منيح مثل ما مسموع الفورتي والميتزو فورتي. هيدا انه يعرف الواحد يستعمل التكنيك اللي عنده، بيقدر يستعملهم بالغرب اكثر من الشرق. ما عم بيقدر يعرف يستعملهم بالشرق. انا الفكره اللي بدي اوصلها هي انه وقت واحد بيكون شاطر وبيغني منيح، هو اللي بيعرف يستعمل التقنيات بكذا نوع مختلف بالغناء. اذا انا بدي احكي بالغناء العربي او الشرقي يعرف بالانواع من الغناء الرومانسي يستعملهم، بيعرف بالغناء الشعبي في انواع عرب مختلفه، في انواع اداء مختلف. هيدا اللي هو ناقصه، لانه نحن مؤخرا شفناه بكذا نوع وبهالانواع كلها. يعني في مطارح نجح اكثر من مطارح، في مطارح حسيناه اضعف، مش لازم نحسه اضعف. بالاشياء اللي عملها كان مهضوم، نقلنا على جو ثاني، نقلنا حسسنا هيك، شفناه عم يبتسم. انا مريت القليل اللي هيك عم شوفه فرح، عم يبتسم، عم يتحرك، ومبين انه محضر الغنيه.